السلام عليكم الأخوات الغاليات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بواحد الوصفة زوينة كتصلح العشاء، كيبغيوها الكبار والصغار. إذا على بركة الله غنبداو في المقادير ديال إذا باش نقادو هاد الباستيشيو ديال الدجاج. عندنا كمية من البطاطا، كمية من البطاطس غنديروها فريت. عندنا صدر ديال الدجاج فيه مملح وشوية الفلفل الأسود، عندي فروماج أحمر، عندي الموتزاريلا، وعندي كذلك البيشاميل اللي سبق وحضرت على هذا الشكل. هذا كتجي جوج معالق ديال الزبدة، جوج معالق ديال الطحين، كنخلطوهم وكنضيف لهم جوج كيسان كبار ديال الحليب، واللي بغى يضيف الكوزه يضيفها، وكنضيف شويه ديال الموتزاريلا، وكنضيف شويه ديال الفرماج الاحمر. اذا غادي نبداو على بركه الله. غناخد اللحم ديال الدجاج ديالي غنشحرو. اذا غنضيف شويه ديال الزيت، زيت الزيتون، باش نشحر صدر ديال الدجاج. صراحه هاد الباستيشيو ديال الدجاج كيجي رائع وكيجي خفيف، كيجي زوين في المذاق. اذا نضيف الصدر ديال الدجاج ديالي تشحر، غادي نقاد الفريت ديالي وغنقليها ونرجع ان شاء الله في الطريقه ديال التحضير. اذا البنات من بعد ما طاب لينا او طابوا لينا المقادير ديالنا كاملين، غادي ندوزو دابا لطريقه التحضير. كما شفتوا الفريت ديالي راه طايبه. غادي نديرو الفريت ديالنا هي الاولى. غادي نضيف الدجاج ديالي او صدر الدجاج، وغادي نضيف لهم البيشاميل ديالي اللي سبقته وحضرت. صراحة هاد الوصفة كتجي رائعة، جربوها. إذا غادي نحرك هاد المقادير كاملة تتجانس لينا كاملة، وتدخل لينا البيشاميل في اللحم وفي البطاطا ديالنا. اللي ما بغاش يخلط هكا كناخذوا الليمون ديالنا على هذا الشكل. هذا كناخذوا المول ديالنا وكنديروا فيه، كنحطوا الفريت هو الاول، ونديروا شويه ديال البيشاميل، ونحطوا صدر الدجاج، ونديروا البيشاميل، ونديروا فروماج من الفوق. اللي بغى الطريقه كتجي سهله وكتجنس لينا عفوا المقادير في مع بعضها مزيان، وكتجي مربحة للوقت. اذا غنخلط هادشي كامل وغادي نرجع معكم ان شاء الله. اذا البنات كناخد الموتزاريلا ديالي كنوضعها فوق من طبق. بالنسبه للملح ما تنساوش ان الجبن راه مالح. بالنسبه الفريت والبيشاميل ما كنكثرولهاش الملحه. كناخذوا فروماج احمر كذلك، اللي بغى يدير مول كبير يديرو، اللي ما بغاش يدير لي مول فرديين.
اذا ندخلوه للفرن يتحمر كما كتعرفوا ان المقادير كامله طايبه. غادي ندخلوه يتحمر الوجه ديالو ونرجعوه في الشكل النهائي ان شاء الله. ما تمشيو فين، خليكم معايا. اذا البنات هذا هو الطبق النهائي ديال اليوم كما كتشوفوا. الريحة رائعة. كيجي رائع، كنتمنى تجربوه. وما تنساوش اللايك والاشتراك وتعليق زوين. والى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.